قد أكدنا اليوم بمناسبة محادثاتنا الثنائية على اعتزازنا وتمسكنا بهذا الطابع الخاص والمتميز لعلاقاتنا الثنائية، وكذا على استعدادنا المشترك للعمل من أجل إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات التاريخية، لا سيما في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على وجه الخصوص. كما تطرقنا بإسهاب إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدنا على ضرورة مواصلة جهودنا وتكثيفها لحمل مجلس الأمن على الاطلاع بالمسؤولية المنوطة به لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ولمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وللتعجيل بفرض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة لإنهاء الصراع برمته.